تبدأ تستحضر كده وتقول أنا بتزوج عشان إيه؟ نتزوج من أجل أن نطيع الله تبارك وتعالى. يبقى أول حاجة بتعملها في الزواج إنك بتطيع مين؟ الذي أمرنا بالزواج بداية هو الله، ثم تستسن بهدي سيدنا المصطفى. حد بيصلي على النبي ورا كده؟ يبقى أول حاجة بنطيع ربنا، ثاني حاجة بنمشي ورا سيدنا مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لما جه ثلاث نفر قالوا منهم واحد قال ايه؟ وانا اعتزل النساء. سيدنا النبي قال لا، اقوم واركض، اصوم وافطر، واتزوج النساء. من رغب عن سنتي فليس ايه؟ يبقى لازم تتزوج، خير لا بد منه، لازم تتزوج لما تكون قادر ان شاء الله تزوج. طيب حبيب قلبي، من ضمن النية في الزواج ان ربنا يهب لك الذرية الطيبة. ونحن دائما نقول مش معنى ان انت تقول ذرية طيبة يجي في بالك على طول الولد الذكر. بعض الناس كده للأسف يقول لك انا عايز ذريتي كلها تكون رجال، خاصة في الصعيد. وبعض الناس يقول لك البنت دي خلفتها اصلا عار. طب ايه رايك بقى من لم يهب بالبنات؟ يعني يعتبر ايه؟ احنا لسه كنا بنقول الكلام ده النهارده، ما تصلي على حبك النبي. ايام معاويه بن ابي سفيان تزوج رجل باثنتين. ولما اقول لك اجارك الله من زواج الاثنتين، دي من كتاب ولا سنه، انما من المجربين. واسال مجرب اوعى تقرب. من تزوج اثنتين اصبح بين نارين، يطفي النار هنا تولع هنا. اللي متزوج اثنين هنا وقادر يرفع ايديه، يرفع ايديه كده. طب نزله نزله، صلي على حبيبك النبي محمد. الشاهد احبابي، تزوج رجل باثنتين ايام معاويه، فحملتا فانجبتا. واحده خلفت مولود ذكر، خلفت مين؟ عنتر بن شداد، خلفت ابو زيد الهلالي سلامه، خلفت ادهم الشرقاوي، خلفت ابو صلاح. يا اخويا ما شاء الله بتعير ام الانثى، بتقول لها بلغه الفلاحين في المنصوره عندنا، كنت بشوف الكلام ده زمان والله، كانت بتبقى فضايح من بعد الفجر. البلكونه هنا والبلكونه هنا، ويقف قبال بعض. للاسف الشديد في عبارات كده عجيبه، من ضمنها بقى العبارات الخفيفه اللي ممكن تتقال، مسكت الواد كده وبتهشكه. احنا عندنا تقول كده بتهشكه، انت عندكم هنا ايه؟ هي برضو كده، مش محتاجه ترجمه يعني. فبتقول لام البنت ايه؟ لما قالوا لي ده ولد، طبعا ايامنا احنا، انما هناك كانت بتقول ابيات شعريه كده يعني، خلينا في بتاعتنا في المنصوره. لما قالوا لي ده ولد، قلت ظهري اتشد واتساند، ولما قالوا لي بنيه، قلت البلاوي جايه. ام البنت قالت بقى وما ضري، وما ضري ان تكون جاريه، تغسل رأسي وتكون الفالية، وتحمل الساقط من خمارية، حتى إذا بلغت ثمانية. ركز في كلمة ثمانية دي اللي أشار إليها أستاذنا، إن الناس تقول لك إزاي يعقد على أمنا عائشة وعندها ست سنين وسبع سنين ودخل بها وهي عندها تسعة. خلي بالك اللي قالت الكلام ده أم بعد موت سيدنا النبي، وتولى أبو بكر، ومات أبو بكر، ومات عمر، ومات عثمان، ومات علي، وجه معاوية، وهي بتقول لي حتى إذا بلغت كام؟ كام؟ ثمانية. لأن البنت الأول كانت ما شاء الله. أنا عندي بنتي دلوقتي بتسجل حاجات كده يعني، والله أنت شفتها، اللي يبص عليها يقول لي عندها أربع سنين وهي عندها تسعة. مش هي ديت، لأن كان الأول غير دلوقتي. وما ضري أن تكون جارية، شالت البنت كده وبتقول لها إيه؟ وما ضري أن تكون جارية. عندي بنوتة اسمها شمس، قاعد معاها كده فبحكي لهم القصة ديت، ما أنت عارف بقى، قول اللهم بارك، عندي ثمان بنات. فسبحان الله البنت شمس كده وأنا بحكي لهم القصة عشان أدخلها عليهم الحتة، فبتقول لي يا أبي جارية يعني خدامة؟ قلت لها يا بنت لا، جارية أي سريعة الاستجابة لطلبات والديها، جاية من كلمة الجري. تقوم لما تقعدوا ناكل وأقول عايز أشرب، بتعملوا إيه؟ بيجري البنات يجيبوا. يعني تخيل إن أنت لما تطلب مية ثمانية يجروا مثلا
عين. صلى الله عليه وسلم. عيلي حد يقعد يا ولادي هناك كده يخش العيال. تعالى بنت في جنبي. بسم الله. هو ده شغل الضراير بقى، صلى على حبيبك النبي. فبتقول لي يا ابي الجاريه دي يعني، قلت لها يا بنت لما انا اطلب ميه، وفعلا ده بيحصل البنات بالذات لما اطلب ميه الكل يجري، لو ما شربتش من ايد دي تزعل وتصرخ الثانيه الصغيره، والكبيره تبصت لها يا زعلانه وعينها بتدمع. عشان كده كل مره بطلب ميه ممكن اشرب 8 مرات. انما الولاد هيقول لك معلش بس ابو صلاح جايب جنو الاعاده، يا ابني هتموتنا عشان ليفربول. وما ضري ان تكون جاريه تغسل راسي وتكون الفاليه وتحمل الساقطه من خمارية، حتى اذا بلغت ثمانيه البستها حله يمانيه فانكحتها مروانا او معاويه اصهار نسب ومهور غاليه. حد بيوحد الله؟ قالت لها شوف مين اللي هيكسب. سمع الخبر مروان فأسرع ليخطب البنت. قال لهم عايز أخطب بنتكم لواحد من أولادي في الإمارة. البنت في اللفة، ينفع الزواج ده؟ على فكرة من الناحية الفقهية تمشي، بس الكلام ده ما أقدرش أنا أتكلم فيه وأستاذ الفقه موجود. خلي بال حضرتك. قال لها أنا هتزوج البنت وسأدفع عنها مهر. لا إله إلا الله. شكلها هضرب كده. ولا أدفع عنا مهرا ما دفعه أحد من قبل. أكثر واحد عندكم بيدفع كام؟ قالوا له 15,000 دينار مثلا. قال لا أدفع عنا 100,000. وخلي بالك لو قسناها بالذهب كده تطلع لها كم كيلو، يعني ما شاء الله تعدي المليون بقى ولا حاجة في عصرنا ده. فسبحان الله نحسبها 4 كيلو وربع ذهب، عيار 24. شايف؟ طلعت على طول على طول من عندنا من كنترول. 4 كيلو وربع دهب. الألف؟ ده 100,000 كمان. خلي بالك الألف دينار بأربعة كيلو وربع دهب. ودي 100,000 دينار. حق ايه؟ مالكم؟ تبرأت كده ابني بعد ما شيخنا حسن. لا الميت فدان طبعا بالنسبه لي دلوقتي احلى. طب انا هعمل ايه؟ اصلا جت من لسان الشيخ. صلي على حبيبك. فمروان دفع 100,000 وقال لهم البنت حين تكبر، حين يعني تصلح انها تقول ايوه ولا تخير، فان رضيت فنعمي، فان لم ترضى فالمهر لا يرد. سمع الخبر سيدنا معاويه، وانا متعمد اقول سيدنا في هذا العصر اللي الناس تطور على سيدنا معاوية رضي الله عنه، سمع الخبر فأسرع ليخطب البنت. قال أريد أن أخطب ابنتكم التي قالت أمها كذا وكذا وكذا. قالوا سبقك أخوك مروان. قال بارك الله لأخي فيها، لكني لا أقطع صلتي بأمها التي قالت هذه الكلمات التي تناقلتها العرب. لأدفعن لها وللأم هدية 200,000. يبقى كم؟ 1000. لو خليت الشيخ يحسبها كله هيجري على الرز ويرمي نفسه.